Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. L'yom jit kom une recette bzaf sahla ou bnina ou surtout fassayb fana j'adore ndirha ou rapide à faire. Ma tdi lkom ch bzaf lwaqt a préparer ou li hiya zrodiya mchermla. والمقادير اللي نسحقوهم هنا عندي كيلو تاع زروديه ونسحقو تاني كمشان تاع معدنوس نحوله هادوك لي تيش خلو غير الورق زوج مغارف كبار نتاع خل زوج مغارف كبار نتاع زيت الزيتون راح نسحقو تاني راس تاع ثوم وبوغ لي زيبيس عندي مغرفه صغيره تاع الملح نتاع كوري فلفل كحل فلفل عكري سكنجبير والكمون Ou la liste des ingrédients qui m'aide à compléter est mise en tête dans la barre d'infos. Ou on va commencer par la recette de préparation. Tout d'abord, qu'achetez-vous hadik zrodiya ta'kom wa ghassluha mlih. Après, qat'ou hadik el karota ta'kom fi gamila. Qat'ouha en rondelles ala shekl dawirat sghar kima rani ndir. Ma ykounou rqaq bzaf ni khshan bzaf. وهذه لا كاسرول اللي ديروا فيها لا كاروت عمروها بشويه ماء ما تكتروش الماء باش ما تجيكمش صامطه جوست حتى تتغطى لكم كاع ديك لا كاروت ومن بعد زيدوا ورق تاع الرند مع نجمه اليانسون هذه راح تعطيها ان غو اون بلوس باش ما تجيناش الكاروطه صامطه وخلوها طيب على نار قاويه لمده 15 دقيقة وانتخي طن بلا ما الكاروطة طبلنا روحوا نقشروا هذاك الثوم وباش تعرفوا باللي الكاروطة طابت ديروا ان كوتو دخلوا فيها إلا شفتوا تدخل فاسيلمون خلاص طفوا عليها النار وصفوها من هذاك الماء نروحوا نقطعوا تاني المعدنوس نسكرفجوه غاية اون بوتي مورسو ونقطعوا تاني الثوم اون بوتي مورسو بعد ما قشرناه وغسلناه تقدروا ترابيوه اذا حبيتوا ومن بعد دونزا ووك ولا مقله بروفوند ديروا زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون وحطوا هذيك الزروديه مع لي زيبيس والثوم والمعدنوس وزوج مغارف كبار نتاع الخل وخلطوا على نار متوسطه خلوها تتجمر لكم غايه لمدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة قعدوا غير تحركوا بلا كويير اون بوا باش ما تحرق لكمش لازم تولي لكم شوية دوغي اي فوالا رانا لحقنا لا فان لا فيديو جيسبر كتكون عجبتكم لا غوسيت كي راح تسيوها سيغتو هاد لو بلا بزاف هايل انا نحبو في الصيف نديرو سوفون هي تقدروا تحطوه اوتون كونتري ولا اذا حبيتو تاكلو ليجي توجدوه autant que repas ou tzidou معاه soit des œufs ou la une viande اللي حبيتوها et le tour est joué. ما تنساوش تخلو لي un petit like et de partager la vidéo مع كاع الناس اللي تعرفوهم. Activez la petite cloche باش تجيكم notification كل ما نpublie une nouvelle vidéo. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.